الأشياء اللي بتقابلنا في حياتنا هو حب الناس لينا. بجد حب الناس نعمة كبيرة جدا، علشان كده ومن خلال حلقات شيرين وأزمة شيرين اللي بتمر بيها اكتشفنا قد إيه الناس بتحبها. والنهاردة الفيديو هيكون مبهج جدا، كله طاقة إيجابية. هنتفرج وهنشوف مع بعض إزاي الناس بتحب شيرين وإيه مظهر الحب ده، ومش الناس بس، كمان زمايلها الفنانين. وليلى علوي إيه قصتها مع بنات شيرين؟ وإيه الرسالة اللي عايزة توجهها لبنات شيرين وللناس؟ هنتابع مع بعض ونشوف آلاف الجماهير، آلاف الجماهير قدام المستشفى اللي فيها شيرين بيعلنوا عن حبهم ودعمهم ليها. علشان كده عايزة أقول شيء مهم جدا ويمكن هبدأ بيها حلقتي، مش هنهي بيها الحلقة، الحكمة المعروفة واللي هي فعلا حكمة صحيحة: الأزمة اللي ما تكسرنيش تقويني. وكمان المثل اللي بيقول من حب ربه حب فيه خلقه. تعالوا مع بعض نشوف الأول ليلى علوي وقصتها مع بنات شيرين. هنرجع لكم مرة تانية بعد ما تضربوا لايك جامد متين للفيديو، ودعوة من القلب لشيرين. هرجع لكم تاني. الفنانة الجميلة ليلى علوي نشرت صورة عبر حسابها على الانستجرام، صورة للمطربة شيرين عبد الوهاب، ووجهت لها في التعليق رسالة دعم ومحبة. الرسالة دي كانت رسالة مؤثرة جدا. الرسالة كانت بتقول: شيرين عبد الوهاب قامة فنية، قامة فنية واسم مهم جدا في مجال الطرب، ومن أول ما عرفتي بيكي وأنا بحبك ومتأكدة من حب كل اللي حواليكي واللي بتقابليهم، لقلبك الطيب وللخير اللي بتقدميه وموهبتك الفزة. كملت ليلى علوي رسالتها وقالت: لكن دلوقتي حبك في قلوبنا بقى أكبر وأكبر، بقيتي أغلى وأغلى، حبنا اللي بيكبر هو اللي هيخليكي أقوى وهترجعي لنا أحسن كمان من الأول. تبعت رسالتها المؤثرة جدا وقالت: أنا واثقة جدا من ده، لحد ما تقومي من محنتك ومن بعدها كمان بناتك على رأسنا، وعيلتي هي عيلتك، بنحبك قوي. ودي كانت رسالة ليلى علوي لشيرين، رسالة الدعم والحب، ورسالة تحمل مسؤولية من ليلى علوي تجاه بنات شيرين. ورسالة بتقول فعلا الصداقة بتبان وقت الأزمات. علشان كده شابول ليلى علوي، بنحييها النهاردة، بنحييها على التصرف الجميل دوة. فعلا الأزمات بتبين الناس ومعادنهم. وناس كتير طبعا دلوقتي دايما بتتساءل على بنات شيرين، يا ترى حالهم ايه؟ يا ترى بيزوروا مامتهم ولا لأ؟ بيكلموها في التليفون ولا فعلا زي ما قالوا الزيارة والتليفونات ممنوعة عنها؟ وزي ما بنطمن على شيرين عايزين برضو نطمن على بناتها، لأن اللي بيحب حد بيحب أي حد من طرفه وبيحب اللي بيحبه. علشان كده بحثنا ودورنا وعرفنا أن في مصادر مقربة من شيرين بتطمننا على بناتها، وبتقول أن بنتها مريم وهنا تم تسليمهم لوالدهم الموزع الموسيقي المعروف محمد مصطفى وزوج شيرين السابق، علشان يتكفل برعايتهم، وده تلبية لرغبته، خاصة أن والدة شيرين وشقيقتها إيمان بيواظبوا على زيارتها في المصحة النفسية. وبكده نفهم أن الزيارة ربما تكون ممنوعة للغرب، لكن طبعا أكيد والدتها وأختها رايحين جايين عليها المصحة، يمكن دلوقتي يكونوا سمحوا بالزيارة للأهل. الحقيقة الحكمة اللي بتقول أهلك لا تهلك فعلا حكمة صحيحة. أما محامي شيرين نفى كل ما تم تداوله من أخبار عن صدور قرار بسفر شيرين للعلاج على نفقة الدولة في ألمانيا، وده لأن السوشيال ميديا انتشر عليها أخبار وإشاعات كتيرة جدا عن شيرين، اتقال إن هي راحت ألمانيا، لكن الحقيقة شيرين ما سافرتش برا مصر خالص، هي الآن مقيمة في المصحة، والحمد لله بدأت حالتها تتحسن. طبعا كلنا عارفين إن أول أيام ليها في المصحة كانت رافضة الأكل، وكمان كانت رافضة تاخد العلاج، وكان عندها انهيار، حاولت الانتحار، لكن الحمد لله ربنا ستر وبدأت شيرين حالتها تتحسن، والحمد لله بدأت تتقبل فكرة العلاج وبدأت تاخد الدواء بانتظام، ولا يمكن إلى الآن اتخاذ أي قرار بسفرها خارج مصر. والكلام ده هو كلام المحامي، المحامي الخاص بشيرين. وبعد ما تنتهي تحقيقات النيابة العامة المصرية في البلاغات المقدمة بخصوص احتجازها عنوة بواسطة شقيقها للعلاج دون موافقتها، يعني هي ما تقدرش تسافر دلوقتي إلا لما النيابة تقول كلمتها. وبعدين احنا الحمد لله عندنا اطباء في مصر كويسين جدا وعلى مستوى كبير جدا من العلم، وان شاء الله ربنا يشفيها على ايديهم طبعا ان شاء الله، يعني ما تحتاجش للسفر بره. دلوقتي بقى معانا الاف من الناس، الاف من الجماهير المتجمعه امام المصحه اللي فيها شيرين، بيعبروا عن حبهم ليها، بيعبروا عن كامل الدعم لحبيبتهم. صاحبه الصوت القوي، صوت مصر، شيرين عبد الوهاب.
مشاور هيك مسافر مشاعر تموت. طبعا كل رسائل الدعم دي وكل الناس اللي بتحب شيرين هيساعدوها هيساعدوها، وهتعرف طبعا قد ايه الناس بتحبها، واكيد ده هيفيدها في العلاج. وده لان فعلا الحياة ما بتستمرش غير بوجود هدف، دايما الانسان بيسعى لهدف، الهدف ده في حياته هو اللي بيخلق له نوع من الامل، هو اللي بيخليه للقدرة ان هو يعيش وعايز يكمل. وعايزين نقول لشيرين اننا كلنا بنحبها، وبالفعل حب الناس نعمة، وكمان موهبتها اللي ربنا رزقها بيها نعمة كبيرة، علشان كده لازم شيرين تقوم بالسلامة. كل ده بيتوقف على ارادتها وعلى ايمانها بموهبتها، وكمان لازم تبص لبناتها. تعالوا مع بعض بقى دلوقتي نشوف أهم فقرة، دعم زملاء شيرين ليها وكلمة من نقيب الممثلين أشرف زكي، وكمان نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، وكل الفنانين في مصر والوطن العربي، كل أصدقائها في الوسط الفني بيقدموا لها الحب ورسائل الدعم. حياة الإنسان الشخصية وارد فيها الثواب والخطأ، وما ينفعش الناس تجلد حد على اختياراته أو حياته. حبي نفسك أكثر أكثر أكثر، وحاولي إنك تسعدين نفسك أكثر قبل لا تسعدين أي أحد ثاني، وعمرك لا تقدمين تلازونات. سلامة قلبها شيرين، فنانة كتير كبيرة وكتير بحبها أنا، وبحب لها صوتها وفنها. سلامة قلبها، بتمنى لها الشفاء العاجل يا رب. السنة اللي بتقول إياها هترجع تنهض من جديد، لأنه دايما كل ما تطلع عم ترجع تعرض لانتكاسة. ما عليه، الإنسان الفنان تحديدا بيمرق بظروف، بيمرق بمطبات ups and downs، بقى مثل ما نحن هلا بلبنان، كمان نحن عم نمرق بمطبات، رح نرجع ننهض كمان. بقول انه انهضي لانه هي قويه وجباره ورح تنهض اكيد. شيرين انا حبيبه قلبي، يعني في عندها محل هون جوات جوات قلبي خاص جدا. انا ما بنسى انا بال 2014 لما كانوا عم بيعطوني جائزه بالميركس دور، شو طلعت وشو حكيت عني وقد ايه قالت، واخيرا شفنا على مسرح ميركس دور تقلا شمون، هالممثله انا بعشقها. بدي لك شيرين، أنا بعشقك، بعشق إحساسك، بعشق صوتك، بعشق كل شخصيتك. أنت قوية، وأنا بعرف أنك رح تقومي من أي صدمة بتتعرضي لها. أنت قوية كتير كتير، ونحن منحبك ونحن معك. بس اللي بقوله أنه شيرين عبد الوهاب بتعقدي، منموت فيك، ونحن كلنا سابورت لإلك، كلنا شيرين عبد الوهاب. الصوت أو المبدع ربنا بيخلقه ليه؟ لينا مش لنفسه، فهتطلع إن شاء الله شيرين من المأزق ده أقوى. وربنا يرجعها تاني قبل الجمهورها وقبل العشاء صوتها لبناتها والأسرتها، واحفظهم وأنا بدعي لها وبدعي لبناتها، وإن شاء الله يعني تعبر هذه المحنة. واحنا طبعا لا يمكن نتاخر عليها، بس احنا مش عايزين نبقى عبء، لكن لو طلب مننا اي حاجه احنا نعملها. انا مصطفى كامل مشاور، بس هي او اهليتها كمان، واحنا تحت امرها. ولحد النقطه دي هننهي حلقتنا النهارده، واللي كانت كلها طاقه ايجابيه، كلها رسائل حب ودعم لشيرين عبد الوهاب. وفي اخر الفيديو بنقول لها بنحبك ومنتظرينك ترجع لنا بالسلامه. Thank you.